قضية الميراث، قضية الميراث المواريث. كتير من بيوتنا الآن في قرانا في الأرياف ما بتورش البنات، لا تورث البنات، هذا ظلم وظلم بشر بين. راجل يقول لك أصل البنت راح بيت زوجها، أنت مالك أنت؟ أنت هتتدخل في تشريع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قل وللذكر مثل حظ الأنثيين فلا يحل لي ولا لك ولا لأي بشر على وجه الأرض، بل ولا لأي دولة ولا لأي مجلس ولا لأي هيئة أن تشرع بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. التشريع حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فمسألة حرمان البنات من الميراث هذا ظلم بشع، وسيعذب هذا الوالد عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، ايه في الدنيا دي؟ عندك دليل على كلمة في الدنيا؟ ما فيش كلمة ان شاء الله بدون دليل ابدا بإذن الله. عندك دليل على عذابه في الدنيا؟ اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. هذا رجل ظالم يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ونحن رأينا ونرى وسنرى. يعطي الأولاد ويحرم البنات من المراد، يجي ولد من هؤلاء الأولاد يذل والده ويهين والده. بل أنا أقول بملء فمي، من اعتز بشيء دون الله جعل الله هذا الشيء سبب ذله وإهانته. أي والله، والله يا أخوانا أقسم بالله، من اعتز بشيء دون الله جعل الله هذا الشيء سبب ذله وإهانته. ما تعتزش إلا بالله، ولا تثق إلا في الله، ولا تركن إلا إلى الله. اوعى تركن إلى قوتك ولا إلى علمك ولا إلى حالك مع الله ولا إلى ولا ولا. لا تركن إلا إلى الله عز وجل، ولا تثق إلا في الله عز وجل، ولا تتوكل إلا على الله عز وجل، ولا تعتمد إلا على الله عز وجل.